حلقتنا النهاردة مقسومة إلى شقين، شق أسري وشق قانوني. هنتكلم مع الشق الأسري مع دكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية، والشق القانوني مع ضيف البرنامج الدائم أستاذ أحمد مجد البيلي المحامي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كورونا عامل أزمة كبيرة، وتقريبا الرجالة عاملة مشاكل في الحظر. الرجالة زهقت من البيوت وزهقت من الحبس، فمش لاقي حاجة إلا الستات. جالنا كتير مشاكل على صفحة البرنامج يا أستاذة. جوزي عامل مشكلة ما يا أستاذة، جوزي ده اللي خلانا نفكر في موضوع الحلقة النهاردة. دكتور أحمد علام معانا على الهاتف. ألو 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 دكتور أحمد علام، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك، وأهلا بحضرتك منورة البرنامج، وأهلا بالست المستشارة أحمد البيلي، طبعا الضيف الدائم اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الخلوق دكتور احمد، عامل ايه في الازمه دي يا دكتور؟ والله عامل زي بقيه الناس، ما هم عاملين المفروض ان هم يبقوا عاملين كده، ان احنا بنقعد في بيتنا اغلب الوقت، ولذلك حتى ما قدرتش اجي النهارده الحلقه. عايز اعرف الساده المشاهدين ان حضرتك رفضت تيجي علشان الازمه اللي احنا فيها. طبعا، عشان انا بس يعني بحاول التزم البيت اكبر عدد وقت، اكبر وقت ممكن، وبنزل الدروس خصوصا في حاجات قريبه مني جدا، بشتري بعض الطلبات اللي محتاجينها قوي، اللي مش عارف اجيبها يعني دليفري، وبرجع البيت تاني. وانا اهو يعني اللي احنا بنقوله للناس بنطبقه على نفسنا. جالنا شكاوى كتير على صفحه البرنامج من الستات ان الرجاله زهقانه من الحبس وعاملين معاهم مشاكل. ايه الازمه اللي اثرت على الاسره المصريه ديت يا فندم، وازاي؟ الازمه دي هي شيء مش معتاد عليه في البيوت المصريه، في اغلب البيوت المصريه، وهي ان الرجاله تتواجد لفترات طويله. وانا ما انا هتكلم ان ده ممكن يكون اوقات بيبقى حاجه كويسه، ولكن هو مع كثرته اصبح حاجه غير مطلوبه. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، قبل الازمه دي كان السيدات بيطالبوا الرجال بان هم يتواجدوا في البيت اكثر، وان هم طول النهار مش موجودين، وان هم سايبين المسؤوليه عليهم ومش قادرين يعني يتحملوا المسؤوليه دي، محتاجين الراجل يبقى موجود معاهم. تمام. لما بقى الراجل موجود بقى الستات هم نفسهم اللي بيطالبوا بعدم وجوده. بس طب هو طبعا هم مش بيطالبوا بعدم وجوده لان هو متحمل المسؤوليه، ولكن هم بيطالبوا بعدم وجوده لان هو اصبح بيتدخل كتير جدا في امور كانت من شان المراه داخل المنزل. تمام. فدوت من شانه ان هو عمل بعض الخلافات او زياده جدا في الخلافات. وكمان احنا يعني خلي بالنا بقى ان الراجل اصلا عنده مشكله، ايه هي؟ ان الشغل بتاعه واقف لان هو قاعد في البيت، فالشغل بتاعه واقف، مش عارف الدنيا يبقى فيها ايه بكره ولا بعده، فبالتالي هو قاعد قلقان متوتر زهقان، وفي نفس الوقت عمال يتدخل في الامور المنزليه، فده كله عمل المشاكل الاسريه اللي بنسمع عنها. عايز اقول لحضرتك ان في واحده قالت لنا صديقه البرنامج، بيدخل المطبخ معايا كاني اول مره ادخل المطبخ ومش عارفه اطبخ، هو بيعاملني على كاني لسه بيعلمني الطبيخ. ف ايه راي حضرتك في الكلام ده يا دكتور؟ انا رايي ان الرجل يترك للمراه المجال بتاعها زي ما هو كان في الكوره في الاول، هو بس يتواجد معاها، يبقى يتواصل معاها، بيتكلم معاها، بيتناقش معاها اكتر، ولكن ملوش دعوه بالامور المنزليه خالص. لان هو دلوقتي ابتدى مثلا اقول لحضرتك على بعض الامثله، المراه ممكن احيانا تاخر غسيل المواعين لحد فتره معينه. تمام. هو ما كانش بيحس بالكلام ده في الاول. انما النهارده اصبح بيشوفه قدام عينيه فيقول لها ايه انت ما غسلتيش المواعين دي ليه؟ صحيح. ممكن ما كانش بيتدخل في نوعيه الاكل، النهارده اصبح بيتدخل في نوعيه الاكل ولا اعملي كذا وما تعمليش كذا. تمام. فبالتالي بتقول للرجاله لو سمحتوا سيبوا الامور زي ما هي، للستات هي ملكه المنزل، هي اصلا ربه المنزل في البيت، فانت تبقى تعمل اللي هي عايزاه، وانت ما تتدخلش في هذه الامور، خلي ليك امورك برضه اللي انت بتعملها، ولكن خلي بقى التواصل يبقى زياده بينك وبينها اكثر في الامور العاديه وفي المناقشات الطويله. طب نوجه حاجه للدكتور، ان احنا يعني يبقى في علاقه ود اكثر بينا وبين بعض. طيب. ونكبر دماغنا شويه، بلاش كل حاجه نمسك على الواحده البعض. استاذن حضرتك خليك معانا على الهاتف في سؤال مهم جدا استاذ احمد. الدكتور احمد علام، اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك يا احمد بيه. دايما متشرفين بوجود حضرتك يا فندم. الله يشرفني والله، يكون يسعد ان انا ابقى موجود، بس معلش ان شاء الله مشغول. ان شاء الله تتدبر في امور تانية احسن من كده ان شاء الله، ونعدي الازمه كلنا على خير ان شاء الله يا فندم. هو كل المشكله يا فندم وكل الخلافات ما بين الراجل والست، ان الست حست ان الراجل مؤخرا عاد بيتدخل في سلطتها جوه المنزل. هي دي كل المشكلة، ولكن برضو الأحلى من كده إن هم لو رتبوا مع بعض تقسيم حياتهم جوه البيت تبقى إزاي، أكيد هيتفادوا المشاكل. طبعا دي فكرة طيبة، وده اللي احنا بنقول عليه والناشد بيه طبعا.
طيب قولي يا دكتور، الست تتعود ازاي على وجود جوزها في البيت بعد ما كانت بتشتكي وتعيط ان هو على طول سايبها وهاملها وفي اهمال منه على طول عند اصحابه وعلى طول في الشغل ما بشوفوش، دلوقتي هي اللي بتشتكي ان هو قاعد في البيت عامل زي الحما بالظبط حاطط نقره من نقرها. تتفادى الست المصرية تتفادى ده ازاي؟ تعمل ايه علشان خاطر تتلاشى اي مشكله بينها وبين جوزها؟ الاستاذه متعاطفه مع الست يا دكتور، كلها مش لزوجها بس، لان خلي بالنا برضو ان الاولاد ممكن يكونوا برضو قاعدين متضايقين وقاعدين برضو في مناكفات بينهم من بعض، خلي بالنا اخوات الاخوات مع بعض بيقعدوا يشدوا شد وجذب. تمام. انا بطالب يعني المراه او لو المراه والرجل هما الاثنين يتعاونوا في اللي انا بقوله ده، ان احنا يبقى لينا برنامج يومي يخرجنا من حاله الزهق والملل اللي احنا بنعاني منها. والبرنامج اليومي ده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات بسيطه جدا يا استاذه سميحه ممكن ان احنا نعملها يعني مثلا ممكن ان احنا يبقى عندنا شيء وقت مخصص للعباده، عندنا وقت مخصص للترفيه عن النفس. تقصد ان هم يقسموا الوقت نلعب مع بعض، ممكن يمارسوا رياضه داخل المنزل مع بعض زي ما احنا بنشوف في فيديوهات على النت او في فيديوهات على اليوتيوب، يقدروا يشغلوها ويقدروا وكلها يعني مش محتاجه اجهزه ولا محتاجه خروج خارج المنزل، فممكن نعمل ممارسه لبعض انواع رياضه في البيت. ممكن كمان يبقى عندنا وقت ان احنا للاسترخاء او للقراءه، عندنا وقت لممارسه هوايات، يعني كل واحد دلوقتي مثلا ممكن يرسم يغني يكتب، يبقى عندنا وقت نقول يا جماعه احنا هنعمل الوقت دوت كل واحد يعمل الهوايه بتاعته. كمان ممكن ان هي تخليه يدخل المطبخ ويساعدها، بس ان هو يكون المساعد بتاعها مش ان هو يكون القائد بتاعها. لا هو عامل القائد بقى، يديله بعض المهام يعملها وتدي للاولاد برضو بعض المهام ويتشاركوا كلهم في ان هم يعملوها من خلال دوت. وطبعا احنا قلنا وقت للعباده ان احنا نزود شويه في العبادات بتاعتنا وفي الدعاء، لان احنا محتاجين الغمه دي تزال، فبالتالي احنا محتاجين نتقرب من ربنا اكتر. لما نعمل الكلام دوت بصفه يوميه، سواء عملناه بترتيب زمني معين او نعمله يعني كل يوم على حسب الظروف اللي فيه، هنلاقي اليوم عندنا بيمر بشكل لطيف بشكل ظريف، خاصه لما احنا المشاركه في الالعاب والمشاركه في تنظيم المنزل مع بعض او تنظيم المطبخ او الكلام ده هيضفي على الاسره جو لطيف وجو ظريف، غير حته ان هي بقى سايبه العمليه كده فهو بيدخل في اي وقت قاعد زهقان اعملي ما عملتيش ليه مش لا ده احنا هننظم الوقت ده مع بعض وهو هيدخل وهيشارك وكل حاجه، ولكن تحت قيادتها في الحته دي. وممكن تخليه بقى هو اللي ياخده في عمليه الرياضه مثلا او في عمليه العبادات، فبالتالي ينظموا الوقت ويقسموا الحياه بينهم من بعض. يعني انا عايز اقول ان الموضوع سهل بس احنا اللي مصعبين الحياه الزوجيه على نفسنا شويه. استاذن حضرتك ما تقطعش الخط، ارجع للاستاذ احمد، الازمه دي هتاثر قانونيا ازاي على المجتمع المصري؟ والله يا فندم هو الفكره ان الازمه دي تقريبا داخله في مرحله دلوقتي لارهاق تام، ان كان للقطاع العام او القطاع الخاص او الاشخاص بمفردهم. تمام. يعني انا مثلا بضرب مثل لحضرتك ان انا النهارده عندي قوه عمل سي في مدرسه في تامينات في تضامن في اي مكان من مؤسسات الدوله، بدل ما كنت انا بتعامل ب10 موظفين بقوه العمل الكامله، يبقى انا النهارده كنت بتعامل ب2 موظفين، بالذات ان في قرارات طلعت من السيد رئيس الوزراء ان هو قال اللي بيعاني من امراض مزمنه زي السكر والضغط لان ده بيبقى معرض للاصابه اكتر بالجائحه او الوباء المنتشر. فطبعا احنا النهارده عندنا عدنا بندخل مكاتب مثلا في المحاكم بنشتغل بربع قوه العمل، مع قرار السيد وزير العدل بتعليق كافه الجلسات على مستوى الجمهوريه ما عدا مقيد الحريه، يعني النهارده انا الجلسه الوحيده اللي احضرها يكون معايا مسجون. تمام. ان انا انظر في امر حبسه عشان امر الحبس بتاعه ما يسقطش عشان اقدر اتحرك. فده بمثابه ارهاق لجميع مؤسسات الدوله، وبالتالي كمان ان انا عندي خدمات الدوله كانت بتقدمها زي مثلا استخراج التراخيص، تجديد التراخيص ان كان تراخيص السيارات، ماموريه الشهر العقاري اغلقت بالكامل، ده كله بيرهق الدوله ان العائد عندي وقف وبدفع مرتبات، وبيرهق الاشخاص ان انا النهارده عايز عندي مشكله عايز ابدا اتحرك غصبا عني، يعني دي ظروف اجتاحت العالم بالكامل. وانا ما انا بقول كده انا مبسوط بالجائحه دي في حاجه واحده، ان انا تقريبا بنسبه 100% شايف ان بلدي بتتعامل احسن من الدول العظمى اللي كلنا كنا بنقول يا امريكا يا مش عارف بريطانيا. ربنا يحفظ مصر. بس انا بجد انا شايف ان في تعامل، شايف ان في وعي، شايف ان في مسؤوليه.
فربنا يعدي الارهاق وما نعديش مرحله الارهاق اكتر من كده، لان لا قدر الله طبعا لو دخلنا زي باقي البلاد اللي بداوا يعملوا حظر 24 ساعه فده هيبقى بمثابه شلل تام لجميع المؤسسات ان كانت العامه او الخاصه. طيب في ناس دخلت لي على الخاص برضو وقالت لي الشيكات، احنا علينا شيكات وطبعا الشيكات ديت اتاجلت لبعد الحظر. تمام. طيب ازاي بتقول لي فكره السداد بعد الحظر، يا ترى هسد زي ما انا كنت بسدد يعني وقت قبل الحظر، ولا ده كله هتراكم عليا وبعد هيبقى مبلغ وقدره اجي ادفعه ما اقدرش؟ هي مشكله الناس يا فندم ان هي اجتزأت الخبر او دخلت دفده، بمعنى يعني مثلا واحد يجي يقول انا عليا شيك، ولو انا مثلا معايا فلوس مش هعرف اسحب فلوس مثلا اكتر من 10,000 كشخص، لان طبعا القرار طالع ان السحب والايداع 10 للاشخاص و50 بالنسبه للشركات. انا النهارده البنك بيوفر عليا او الدوله بتوفر عليا، انا مش عارف ده وصل لبس ازاي للناس. الدوله بتوفر، انا النهارده عندي ميعاد سداد شيك، انا بتكلم على معامله تجاريه ما بين شخص وشركه او ما بين شخص وشخص. فانا النهارده الشيك ده ب 100,000 جنيه. مش لازم البنك يديني ال 100,000 جنيه كاش، هو البنك بيحول ال 100,000 جنيه في حساب العميل، وبعد كده نرجع تاني لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء اللي هو قال ايه؟ حد السحب او الايداع 10,000 جنيه بالنسبه للاشخاص، وبالنسبه للشركات 50,000 جنيه. طيب نيجي لموضوع القروض. طبعا احنا النهارده زي ما الدكتور احمد علام تفضل مشكورا قال ان اغلبيه الرجاله بتواجه بعض مشكله نفسيه، ان انا مثلا سي عماله غير منتظمه، فانا النهارده ما عادش عندي شغل. انا موظف مبسوط ان انا بروح شغلي، او انا محامي، او انا اي مكان نوع المهنه ان كان في قطاع عام او خاص، ده بيسبب لي مشكله بالنسبه للاثار اللي احنا موجودين فيها بالنسبه لايه لجائحه اللي بتجتاح العالم باكمله. بالنسبه للقروض بقى يا فندم، النهارده الدوله ادت صلاحيه وخصصت بعض القروض، ادت الصلاحيه 6 شهور، قالت 6 شهور. طب الناس طبعا ما بتبطلش ترويج اشاعات، قال لك انا هاجي بعد ال6 شهور البنك هيجي ياخد مني فايده نسبه قد كده. ازاي يا فندم؟ يعني الدوله بتخفف اعباء، احنا في ناس يعني بالبلدي كده بيقول عليهم بيصطادوا في المايه العكره. تمام. او المايه العكر. فالنهارده ازاي الدوله هي اللي ادت قرار منها لنفسها ان هي تقول لي اجل القسط اللي عليك لمده 6 شهور وبعد كده نبقى ناخد منك اقساطك، وتيجي تطلع اشاعه يعني ليس لها مصدر وليس لها منطق او صحه من الاساس، ويجي يقولوا اصل هيبقى في دين متراكم على العميل. لا بالعكس يا فندم، بعد ال6 شهور هيتم سداد الاقساط، ولكن محدش يجي يقول اعمل قرض بعد القرار وانا هاجل 6 شهور. الكلام ده يا فندم يعني مفيش تراكمات؟ لا مفيش تراكمات، مفيش دين متراكم. طيب حضرتك اثرت نقطه جميله جدا، هرجع لحضرتك في موضوع الاشاعات، خليك فاكر. بعد ما ارجع للدكتور احمد علام. دكتور احمد لسه معانا؟ اه طبعا معاك وسامع الكلام كله، مستمتع بالمستشار. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. دكتور احمد، ابنائنا متعودين على الخروج، خصوصا الشباب متعودين على الخروج والخروج مع اصحابهم والرفاهيه، ازاي نعودهم على قعده البيت بدون اكتئاب؟ انا حاسه ان الولاد خلاص يعني بقوا في حاله اكتئاب. ما هو حضرتك احنا مش هقدر ان انا اقول ان الحياه وردي، بمعنى ان انا هقول ان كل الناس لما هتقعد تمارس بعض الامور في البيت فهي هتبقى مبسوطه جدا، ولكن احنا كل اللي احنا بنقوله ان احنا بنحاول نقلل فقط فترات الاكتئاب او الضيق او الملل من القعده في المنزل. فمثلا زي ما احنا قلنا الممارسات اليوميه اللي احنا ذكرناها، من ان احنا نخلي اليوم فيه امور كتيره ومتعدده، ومن ضمنها برضه ما ننساش المذاكره، لان طبعا لسه في طلاب عندهم امتحانات وعندهم او اللي عندهم ابحاث زي ما سياده الوزير اتكلم عليها، وفي ناس عندهم امتحانات سواء كانوا طلبه جامعه او طلبه مدارس، هم كلهم طبعا بيحبوا الخروج واغلبهم بيحب طبعا يلتقي باصحابه، ودوت هيبقى مش متاح في الفتره الحاليه. فعشان كده هنقول ان احنا البرنامج اليومي اللي بنعمله في البيت من خلال ان احنا نمارس بعض الالعاب، وبعض الالعاب الالكترونيه برضو اكيد هم بيمارسوها، بعض الترفيه من خلال ان احنا نقعد نتفرج على نت او على تلفزيون او على بعض الافلام او المسلسلات او ما شابه ذلك، كل الحاجات دي نوعا ما بتقول ان هي هتخفف علينا وطئه القعده في المنزل لفترات طويله، ولكن هي في الاخر مش هتقضي على الملل بشكل كامل عشان نبقى برضو واضحين، ولكن لازم نعرف ان كلنا ما باليد حيله، دي طائقه بتجتاح العالم كله ووباء لازم نتعامل معاه بهذه الكيفيه، والا زي ما سياده المستشار احمد تفضل وقال ان الدوله عندنا النهارده متحمله اعباء كبيره جدا، ومن اكثر الدول او يمكن احنا شايفينها يمكن اكثر دوله متحمله
الاعباء بتاعتنا دون ظهر وعماله تدينا في رفاهيات تعتبر بالنسبه للمجتمعات الاخرى تعتبر بس في الوقت الحالي. تمام. احنا لما هنضغط اكتر بمعنى ان احنا مش هيبقى عندنا الوعي الكافي نبتدي نخرج نبتدي نزهق نبتدي نلتقي ببعض، هي برضه هيجي عليها وقت مش هتقدر تتحمل كل هذه الاعباء. طيب. لذلك احنا بنساعد نفسنا وبنساعد الدوله بتواجدنا في المنزل. كمان عايز اقول ان رب الاسره ورب الاسره عليهم دور في ان هم يفهموا الابناء هذا الامر بحيث ان هم يخففوا عليهم وطئه القعده في المنزل او الاكتئاب او الضيق، بان احنا يا جماعه معلش هنضطر نتحمل احسن ما يجي لنا اصابه او يجي لنا لا قدر الله عدوى او مشكله تخلي الموضوع بقى هيبقى غصب عننا وقاعدين بس مش عارفين نعمل الحاجات دي كلها ومش عارفين ايه اللي بينتظرنا بعدين. طيب انا عايزه نصيحه من حضرتك للاباء، لان احنا تقريبا كلنا زهقنا مش الابناء بس، فلما الابناء يشوفونا احنا كلنا زهقانين فاكيد هم كمان هيعود عليهم الطاقه السلبيه دي، فعايزه من حضرتك كلمه للاباء. كلمه للاباء لازم تبقى فاهم ان انت رب الاسره ديت، وان انت حتى ان انت تبقى متعصب ومتنرفز وغضبان طول الوقت ده شيء غير مثالي او غير نموذجي في تعاملك مع الابناء تعاملك مع الزوجه. انت المفروض النهارده انت اللي بتضفي على هذه الاسره جو من الهدوء، لان انت رب الاسره، انت اللي ممكن تتعامل مع بعض الامور. يمكن المراه عاطفيه شويه فممكن تكون متوتره اكثر او مكتئبه او زعلانه، انت ممكن تضفي الجو من الهدوء والطمانينه والراحه على كل الاسره. فبلاش تبقى انت مصدر المشكله في الاسره، بلاش تبقى انت مصدر التوتر في الاسره، بلاش تبقى بدل ما كانوا بيقولوا احنا عايزين بابا او عايز زوج يبقى متواجد معايا وهم بيقولوا احنا يا ريته ما كان قاعد معانا واحنا كنا مش عايزينه يقعد معانا. ما تخليش ده يبقى في نفسيه الاولاد وفي نفسيه الاسره، بالعكس انت رب الاسره فانت المسؤول عن هذه الاسره وانت المسؤول عن توفير الراحه ليهم. حتى لو انت اللي بتعاني بره، حتى لو انت اللي عندك مشاكل بره، ما تدخلش ده وما تخلطوش في داخل جو الاسره، ولازم تبقى عارف ان ده قدرك ان انت رجل فلازم ان انت تتحمل. هنرجع لحضرتك تاني يا دكتور. ماشي. استاذ احمد حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا وهي ترويج الاشاعات على الفيسبوك، كل يوم بنشوف اكتر من عشرات الاشاعات. ده يا فندم فيروس منتشر اكتر من كورونا. اكتر من كورونا. طيب يعني الناس تعمل ايه بقى والقانون اللي صدر على الاشاعات دي؟ اولا يا فندم الناس عندها مشكله بجد، يعني حاجه اسمها شير. في خبر مجتزئ، وعلى فكرة ده شغل السوفسطائيين لما كانوا بيجتزئوا آيات من القرآن عشان يطلعوا خلل في آيات في كتاب الله العزيز. أنا النهاردة عايز أوضح إن الناس بتشوف خبر وتيجي تقولك أصل أنا مصدري بوست، أصل أنا مصدري مكان حد اتكلم في فيديو، طب الحد ده مسؤول؟ لا. طب اتكلم بصفة رسمية؟ لا. أبسط ما عليه بياخد شير. ممكن الدولة تنزل حاجة فيها عقوبة، وفي نفس الوقت زي ما الدكتور احمد علام تفضل مشكوره قال ايه، في رفاهيه بعض الرفاهيات او بعض الخدمات متاحه لينا وبلا اجر او بصفه مستمره، زي مثلا ما هم بيطمئنونا ما تخزنش المواد الغذائيه عشان عندنا محصول يكفينا الى مده زمنيه اكبر. طيب النيابه العامه طبعا هي الامينه على المجتمع على ممتلكات المجتمع، فالنيابه العامه تصدت بشده واصدرت بيان، ويا ريت نتلوه على الساده المشاهدين ونتلوه قدام حضرتك وقدام الدكتور احمد علام. النيابه العامه لما شافت الموضوع ده انتشر قالت ايه؟ قالت في حاله انشاء او اداره او استخدام اي من المواقع او الحسابات الخاصه على الشبكه المعلوماتيه لنشر وترويج تلك الاخبار والبيانات والاشاعات الكاذبه او تسهيل ذلك فان العقوبه تصل الى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد على 300,000 جنيه. يعني أنا النهاردة ما خدش بوست، أصلا أنا برضو في طب نفسي تدخل في الموضوع قال إن الهلع أو البنك اللي هو بيصابني أنا كمواطن ده بيقلل من مناعتي، مما يخلي إن الفيروس يتحكم فيا أو يعرف يسيطر عليا أو يعرف يخترق جسمي أكتر وأكتر بسبب الهلع. طب أنا النهاردة لما مثلا ألاقي خبر ويقولوا إن بلدي موجود فيها مثلا 50 حالة، ان في حالات كورونا مختلطة مش عارف بمين والحجر الصحي ما استقبلهمش، ده كله مناهضات وده كله بيؤدي الى هلع بيؤدي الى بلبلة بيؤدي الى اثارة فتن. فالنيابة العامة اول ما شافت الموضوع ده مستشري، يعني انا مش عارف احنا في ايه، الدول كلها تايهة والناس عمالة اصلا بتتوه الناس اكتر، يعني بخبر وبسبب شير وبسبب بوست لا مصدر له على الاطلاق. تمام يا فندم. طيب انا عايز اقول كلمة بقى، الناس دي هتستفيد ايه من الاخر؟ والله يا فندم في ناس بتلعب على الفيو،
تلعب على نسبة المشاهدات تستفيد حاجة زي كده. في ناس طبعا معادية للدولة، وعلى فكرة عداوتهم ظهرت في بعض البوستات، يعني زي أنا مش عارف أوصفه ببني آدم، وطبعا مش لاقي وصف يليق بيه. يمكن الفيديو اللي كان متداول اللي كان بيقول اللي عنده برد يطلع على مش عارف اسم شرطة، ولو أنت عندك كورونا انتقم. أنا ما شفتش تخلف أكتر من كده بصراحة، وعذرا على اللفظ ده، بس أنا بجد ما شفتش أكتر من كده. يعني إحنا قدام دلوقتي قدام وباء بيجتاح عالم محدش لاقي له علاج، وده بيقول لك اطلع ائذي مش عارف مين واطلع دمر مؤسسات الدولة. ففي ناس طبعا ليها اغراض بينفذوا اجندات، هم قابضين فلوس بناء على كده. وفي واحد يقول لك اما اشغل قناة اليوتيوب، اشغل قناة الفيس بتاعتي، احرك نفسي يعني. طيب ارجع دكتور احمد علام، حضرتك لسه معانا؟ طبعا يا فندم معاك. جالي اتصال قبل الحلقة تقريبا بنص ساعة بيقول لي احنا مغتربين وعايزين ننزل مش عارفين، ونفسيا تحت الصفر، مفيش فلوس، والنفسية خايفين، وكمان اهالينا خايفين علينا. المفروض احنا نقول لهم ايه؟ نشجع الناس ديت على يعني الاستحمال ازاي؟ بنشجعهم بان هم زي ما احنا بنقول ان هم يبتدوا، يعني طبعا احنا شفنا ان في بعض المغتربين عرفوا ان هم يتردوا وينزلوا. انا شفت ان يعني اللي انا شايفه ان الدوله بتحاول بشتى الطرق توفير سبل امنه وسريعه لطمانه هؤلاء الناس وان هم ينزلوا. نقول لهم حاولوا معلش مره ثانيه او ثالثه، وانا متاكد ان هيبقى في استجابه لان هم ينزلوا. هم مش عارفين ينزلوا يعني، هم مش عارفين حاجه منعاهم هم شخصيا مع في البلد اللي هم فيها، ولا هنا مش عارفين يستقبلوهم؟ برضه عايز اعرف السبب. لا، هو مجال الطيران يا فندم مقفول طبعا. الدول بتنسق مع بعض، فطبعا كل دوله اكيد مشغوله. الناس بتقول يا استاذ احمد قالوا لي حرفيا احنا مش لاقيين هنا فلوس ولا طبعا في مشاكل. وعندكم في مصر الاهالي، عندنا اهل بيتي يعني مش عندهم الناس برضو. الناس اللي صحيت من النوم لقت حظر 24 ساعه، فبيقول انا هنزل اشتغل شيال في بلدي ولا اني اقعد هنا طول الفتره دي. ربنا يرجعهم بقى. فالناس ديت يعني نقول لهم ايه يا فندم؟ نقول لهم طبعا ان احنا بص حضرتك مفيش حياه بدون امل، خلي عندك امل في الله عز وجل، وخلي عندك ثقه في الله في الله، وباذن الله هيجي لك وقت وهتنزل. معلش انا عارف ان هو يتاخر شويه او انت بتحاول، حاول مره كمان ومره ثانيه وثالثه، وان شاء الله باذن الله هيبقى اكيد في استجابه. زي ما احنا بنقول ان في بعض التضارب في خطوط الطيران او في الحظر اللي موجود عندهم، ولكن ما ان يفتح هذا الحظر او ان الخطوط الطيران تبقى متاحه، فهتتفضل وتنزل بلدك، وان شاء الله يعني هتلاقي الترحيب بيك، وباذن الله هترجع لحياتك الطبيعيه. مفيش يعني احنا عايزين نقول لهم يا استاذه سميحه والمستشار احمد ان مفيش ازمه يا جماعه فضلت موجوده طول العمر. تمام. على مر التاريخ دايما بتيجي ازمات وبتقعد فتره وبتنتهي مهما كانت هذه الازمه. يقول لك الازمه العالميه مش عارف ايه، اللي مش عارف يضرب وباء يضرب، كل هذه الاشياء قعدت لفترات وبعد كده انتهت. فمفيش طول الوقت لا في ركود طول الوقت، ولا في يعني رواق طول الوقت، لا في وباء طول الوقت، ولا في حياه رغده طول الوقت. احنا دلوقتي بنمر بفتره عصيبه على المجتمعات كلها، ان شاء الله هتروح هذه الفتره. لازم يبقى عندنا امل، لازم عندنا ثقه ان الفتره دي هتروح، وهيبقى بعد كده في فتره اكتر ولا في فتره افضل. ولكن احنا اللي دايما ما بنطمنش نفسنا، او احنا اللي ممكن نوتر نفسنا. على فكره عايز اقول لحضرتك ان 80% من احاسيسنا السلبيه لا تحدث ابدا، ده نتيجه احصائيات. 80% ان احنا نقول مش هيحصل لنا الحاجه الفلانيه السيئه، ونفضل نفكر خلي بالك ما بيحصلش. فان شاء الله باذن الله يبقى عندك ثقه وامل. النهارده ثلاث ارباع الناس لما بيجي له صفحه حتى يقول لك انا عندي كورونا، حتى لو هو قاعد في البيت وقافل على نفسه. فعلا. لا مش لازم كل حاجه بعد القلق ده. صحيح، عندك حق يا دكتور، والف شكر جدا لحضرتك، ميرسي لذوقك يا فندم. استاذ احمد، اتفضل يا فندم. عايزه اعرف الحظر، يعني اللي بيكسر الحظر عقوبته ايه؟ احنا عندنا عقوبه، يعني وانا باسف ان في عقوبه على حاجه زي كده. هو اولا يا فندم الحظر ده احنا قبل كورونا في ظل قانون طوارئ. طيب حظر التجول او حظر التجوال بيفرضه السيد رئيس الجمهوريه امتى؟ لما بيلاقي فيه خطر على الامن القومي، واظن احنا ما عندناش خطر اكتر من حياه الشعب. تمام. فالنهارده انا الدوله بتقول لي اقعد في البيت بره مواعيد الشغل عشان ما حدش يجي يقول، والناس اللي مش لاقيه تاكل، والناس اللي مش لاقيه، الناس اللي بتنزل لتشتغل ربنا يعينها، وواجب عليهم بس ان هم يحافظوا، وربنا يعينهم ويرزقهم بالحلال دايما يا رب. معانا اتصال خاص بحضرتك من صديق الصفحه استاذ رواد محمد. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ رواد.
يا اهلا وسهلا استاذ سميحه. سؤال حضرتك نورها يا فاجل. فندم الاستاذ احمد نور حضرتك. احمد البيلي. اهلا وسهلا فندم. ربنا ينور. نور حضرتك استاذ رويد. نور حضرتك، عايز اعرف سؤال حضرتك، كنت سالتنا على الصفحه سؤال فعملت لنا مداخله بيه، اتفضل يا فندم. والله يا استاذ سميحه احنا بس عايزين يعني طبعا الازمه اللي احنا فيها ان شاء الله ربنا يعدها على خير يا رب ان شاء الله، وتمر الازمه على خير ان شاء الله، ويحمي مصر وشعبها. امين يا رب. امين ان شاء الله. يعني طبعا احنا عايزين اصحاب الاملاك المؤجرين يعني يتعاونوا مع المستاجرين. تمام. طبعا في ازمه صعبه، احنا يعني ممكن طبعا انت عارفه وقت الحظر اثر على الشغل. تمام تمام. بنفتح 5 ساعات يا دوب ان كنا بنستفتح، فطبعا بنقف على بيوتنا. فما فيش دخل خالص. فطبعا عايزين هم يتعاونوا مع المستاجرين. تمام. في انهم يعني يتعاونوا بشكل من الاشكال. تمام. يعني مثلا ممكن يتنازلوا عن شهر من الايجار. ممكن مثلا يجدولوا الايجار، ممكن مثلا يخفضوا 50%. بس يكون في تعاون. تمام. طبعا انت عارف حضرتك طبعا في تبرعات. اكيد. يعني رجال الاعمال بتتبرع، الفنانين بيتبرعوا. ممكن نعتبرها يعني تبرع. صحيح. وتقرب لله. صحيح. يعني ممكن هم يعني يتنازلوا عن شهر. احنا ياما يعني دايما الحمد لله بندفع الايجار على طول. صحيح. دي ازمه لازم نتحمل بعض. صحيح. شكرا جدا استاذ استاذ رواد، بشكر حضرتك. استاذ احمد هيجاوب على حضرتك. جاوب على حضرتك. احنا المشكله يا فندم عندنا ان كل حاجه كل ما بيحصل لنا مشكله نقول الدوله. اجري يا دوله، اجري يا دوله، القانون بيقول ايه؟ الدوله بتقول ايه؟ طب العرف يا فندم السائد. احنا في ازمه زي ما الاستاذ رواد بيقول، انا النهارده لو مستاجر محل قيمه الايجاريه 10,000 جنيه، طب انا النهارده ما فيش بيع وشراء وبقفل المحل من الساعه 5 وعندي النهارده حظر يوم جمعه ويوم سبت، يعملوا لله. يعني في عرف بقى. على فكره يا فندم الموضوع يعني مش محتاج مبادرات. صحيح. احنا لو هنقيسها على كل شارع، لو كل 10 بيوت وسطيهم اسره فقيره وال10 بيوت اهتموا بجارهم، احنا مش محتاجين. صحيح. مبادره. صحيح. ومش محتاجين تصرف من حد. صحيح صحيح. طيب كمل لنا موضوع الحظر، انه مهم جدا. احنا موضوع الحظر الناس بتاخده باستهتار شديد جدا. في ناس بتاخده باستهتار، لازم طبعا احد رجال الداخليه يوقفهم او يرجعهم طبعا. لو بيرجعوا يزعلوا لما الداخليه بتاخده. ما هو للاسف يا فندم النهارده عندي انا 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 باسف ان انا بقول عقوبات على حاجه الدوله فرضاها عشان صحتي، عشان امني، عشان سلامي، عشان اهلي. يعني النهارده احنا عندنا غرامه بتصل الى 4,000 جنيه وعندنا سجن. وعلى فكره احنا النهارده المحكمه المختصه بنظر هذه القضيه هي محكمه امن الدوله، لان احنا في ظل قانون طوارئ، وده اختراق لحظر التجوال. تمام. وحظر التجوال الذي فرض من الاساس حفاظا على الامن القومي بالنسبه لمصر، وربنا يحفظ مصر قياده وشعب وارض باذن الله. اللهم امين. اللهم امين. حلقتنا انتهت، بشكر حضرتك جدا. شكرا لحضرتك وضيفنا الكريم الدكتور احمد علام في مداخلات. شكرا لحضراتكم، دمتم في رعايه الله وامنه. كان معكم سميحه صلاح في حديث الشام.